بس انت شكلك متضايقه قوي يا دينا. انا اول مره اشوفك بالشكل ده. ما تحكي لي في ايه؟ مالك؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ بس يا ليلى، انا بصراحه عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اتكلم عن الراجل اللي انا عايشه معاه بالطريقه دي. بس انا جايبه اخري. كنت دايما اسمع عن الرجاله اللي هم الانتهازيين واللي بيخلوا مراتاتهم يصرفوا عليهم واهل مراتهم يصرفوا عليهم، بس كنت بقول اكيد ده في الافلام، اكيد مفيش راجل بيقبل على نفسه الكلام ده يعني. بس بعد ما عاشرت البني ادم ده لقيت ان في اكتر من كده بيحصل. انت عارفه احنا بينا مواقف غريبه قوي، يعني نبقى بنشتري حاجات للبيت مثلا، نيجي نحاسب الاقيه راح اتكلم في التليفون. بتهزري؟ والله. فبضطر انا اللي حاسب كل مرة على كده، حتى لما ببقى معيش فلوس أو بطلبش منه ما بيرضاش يديني، دايما بطلب من ماما. حاجة قرف بصراحة، عمري ما كنت أتخيل أنا أعمل كده. أنا مش عارفة أتصرف معاه. الله يسامحك يا بابا، الله يسامحك. يعني إيه مش عارفة تتصرفي؟ أنت لازم تتطلقي طبعا يا دينا. أنا مش قادرة أفهم أنت إزاي عايشة مع البني آدم ده. والله العظيم أنا لو مكانك كنت خلعته من زمان. خلع ايه بس يا ليلى ومحاكم وقضايا؟ انا مش بتاعت الكلام ده خالص، انا ماليش في كده. امال ليكي في اللي انت فيه ده؟ يا بنتي انت ازاي طايقه تعيشي معاه؟ ازاي طايقه تنامي جنبه على السرير؟ بصي، هو انا عارفه ان الطلاق حاجه مش سهله، بس صدقيني والله اوقات بيبقى هو الحل. طب بقول لك ايه؟ انا عايزاك تساعديني في حاجه تانية خالص، ممكن؟ طبعا قولي. انا عايزاك تساعديني ان انا اشتغل. انت بتفهمي في ايه طيب؟ انا مش عارفه انا بفهم في ايه بصراحه، بس اي حاجه. طب تفهمي في الحسابات؟ هحاول. طب اقول لك حاجه، في موظف في الحسابات استقال الاسبوع اللي فات، ايه رايك؟ طيب مش اوكي. تشرفيني. المسافه بيني وبينها كبيره قوي، انا حتى مش بلاقي مواضيع اتكلم معاها فيها. الحمد لله. تاكل البطاطس صابع ولا شيبسي؟ اي حاجه. بقول لك ايه؟ في حفله حلوه قوي في الاوبرا، تيجي نروح؟ لا 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 لا، ما بحبهمش خالص الناس دي، ولا بفهم منهم كلمه. بقول لك صح، عايزين نروح للدكتور. خير؟ يعني بقالنا سنه متجوزين وما شفناش خلفه.